أنا طيبة عطية جبارة، حاليا مقيمة بكندا. جيت قبل سنتين لاجئة من العراق، اشتغلت عدة وظائف، وحاليا أنا أشتغل على مشروعي الخاص وأدرس كلية جورج براون كوليدج قسم فاشن تكنيكس اند ديزاين. وليش أنت هون؟ شو هو سبب قدومك لكندا؟ سبب قدومي لكندا هو أنه ما قدرت أكمل حياتي بالعراق بسبب التهديد اللي وصل لي، يعني اضطرت، ما كان عندي خيار آخر. وهل كانت هي أسباب رجوعك إلى كندا ولا كان في أشياء تانية ونعرف عنها؟ Most likely هو هذا السبب الرئيسي، بس الحقيقة أكو أسباب أخرى، اللي هي يعني كان صعب علي كوني كامرأة أعيش بالعراق. بالعراق ماكو حرية للنساء، وأني طول عمري وطول حياتي أريد أكون إنسانة حرة. القيود، أنا إنسانة بالمحبة القيود. الأحداث بالعراق أثرت كثير على حياتي من عدة نواحي. أنا أولا يعني كنت ب 2003 بأثناء الحرب الأمريكية على العراق، كان عمري 9 سنوات، فاضطريت أنا وعائلتي نهاجر نروح لمحافظة أخرى. إنه بداية الحرب، أول أسبوع من الحرب، إنه ما بيها دمار وما بيها ما بيها ما بيها قنابل، ما بيها هجوم أمريكي على العراق. فرحنا هناك لحد ما صارت الأحداث وسقط صدام حسين وسقطت الحكومة العراقية، فأنا وعائلتي رجعنا البغداد. بوقتها فقدت واحد من أقربائي، ابن عمي، ويعني كانت نوعا ما طفولة مخيفة. يعني أنا شفت قريبي مات، بعدها صار على بيتنا سطو مسلح وهواية شباب وهواية ناس انقتلوا، فهذا خلاني نوعا ما طفلة خايفة ونوعا ما يعني كانت طفولة يعني مؤلمة بسبب الحرب. بعدها يعني تقريبا حد ما قبل أجي لكندا، احنا كنا بالعراق نعاني من هواية أشياء، يعني دمار، قتل، طائفية، عنصرية، تهجير، اضطهاد، كلها هاي الأمور. شعوري كلاجئة عراقية بكندا بالبداية كان الموضوع غريب، خاصة بأول فترة حسيت بالغربة، لأن يعني كل شيء مختلف، الهواء، الريحة، الجو، يعني كان كل شيء مختلف علي. بعدها يعني تدريجيا بديت أتعود على الحياة، بديت أتعود على الناس. نوعا ما كندا كبلد يرحب بالناس، وأنا يعجبني التعدد الثقافات ووجود الناس من يعني واحدة من الأشياء اللي لاحقا خلتني إنه أنا ما أحس بالغربة، إنه أنا مو وحدي وإحنا كلنا جايين من أماكن وبيئات مختلفة، فهذا حسسني إنه أقدر أعيش بهذا البلد وأحقق أحلامي. يومي يعني أنه أنا أشتغل على مشروع الخاص، أشتغل عليه هاي الفترة، وعن قريب راح أسوي له لانش، و I have a part-time job و like I'm doing 3-in-1 but it's okay. كوني أنا جيت لاجئة من العراق، هذا الشيء أثر علي كثير، لأن أنا جاية من بيئة حرب، بيئة مؤخرا صارت بيئة حرب. العراق مسبقا ما كان بلد يعاني من هاي الأمور، يعاني من هذا الدمار اللي صار بعد الحرب حرفيا. فحسيت أنه أنا من إجيت هنا فرصة كبيرة إلي، أقدر أحقق هواية أشياء. حسيت نفسي انه انا نوعا ما يعني I want to stand يعني لهذول الناس اللي هم من بلدي، اللي هم يعانون، اللي هم يتأذون. دائما انا اذكر نفسي انا من الناس المحظوظين لان انا جيت لهذا البلد. هواية بنات ما قادرات يطلعون من البيئة اللي هم عايشيها، من ناحية صعب
بالوضع الحالي بالعراق إنه المرأة تكون حرة تلبس مثل ما تريد، تقول رأيها، تعبر عن نفسها، تكون إنسانة حرة. فدائما أنا أفكر إنه هاي فرصة إلي، ف I should stand for myself and to other people اللي هم ما إجتهم هاي الفرصة. رسالتي هي أنا إجيت هنا لكندا عندي أحلام وطموحات عديدة. بسبب وضعي السابق بلدي، بسبب عدم الاستقرار والأمان ما خلاني أحقق هاي الطموحات. أنا حاليا إجتني هاي الفرصة اللي أقدر أحقق بها أحلامي وطموحاتي وأعيش الحياة اللي أنا ردتها لنفسي ولهواية ناس. أكو ستيريوتايب عنا إنه إحنا ما نعطي، بالعكس إحنا نعطي ونقدم ونقدر اللي يتقدم لنا، وراح نعطي أكثر مما تقدم لنا.